تحية مجددة لجميع الأصدقاء والمتابعين لهذه القناة التعليمية، قناة تدريس نحو اللغة العبرية للمبتدئين. إذن سنواصل الدرس الذي بدأناه حول الحركات في اللغة العبرية. هتنوعوت قلنا في الدرس السابق اللي درنا حول الحركات في اللغة العبرية بأنها تتكون من قسمين: الحركات الكبرى هتنوعوت جيدولوت، والحركات الصغرى هتنوعوت هكيتانوت. في هذه المراجعة اليوم سنرى مجموعة الحركات الصغرى التي يتم بها تشكيل الحروف والكلمات باللغة العبرية. إذن الحركات الصغرى عندنا هي هذه اللي كتب لكم على الصورة، وأولها البطاخ. البطاخ هي عبارة كما قلنا عن فتحة قصيرة وتشبه الفتحة الموجودة في اللغة العربية. إذن البطاخ تدخل في عداد الحركات الصغرى في اللغة العبرية، وسميناها هتنوعوت هكيتانوت. هادو كلهم كيتسموا هتنوعوت هكيتانوت، الحركات الصغرى. وقلنا بالبطخ هي إحدى هذه الحركات الصغرى، وتعريفها النحوي فتحة قصيرة، ومثال ذلك قام، وتعني أيضا قام. لاحظوا الجيميل باش مشكولة، هنايا مشكولة بالبطخ أي الفتحة القصيرة. قام تعني في العبرية أيضا. الحركة الصغرى الثانية في ترتيب هذه الحركات نوعوت كيتانوت كاين كذلك السيغول. سيغول وتكتب بالعبرية هكذا: سامير كيميل فاف لاميد. سامير كيميل فاف لاميد تعني سيغول. ولاحظوا بلا السامير مشكول أيضا بالسيغول، وهي عبارة عن كسرة ممالة. مثال ذلك إي ريتس. إي ريتس لاحظوا الألف مشكول بسيغول، ريتش مشكولة كذلك بالسيغول، وتعني أرض. إي ريتس هذا فيما يتعلق بحركة السيغول. هتنوعوت هكيتانوت، هتنوعوت هكيدولوت. ونحن الآن بصدد الحديث عن الحركات الصغرى. ملاحظة: إذا قلنا حركة ممالة نعني بها إما كسرة ممالة إلى الفتحة، كسرة ممالة إلى الفتحة أي مائلة إلى الفتحة، فهي مزيج بين الكسر والفتح. وإذا قلنا حركة ممالة على مستوى الضم فهي ضمة مائلة إلى الفتحة، ما عندناش فتحة مائلة إلى الكسرة أو مائلة إلى الضمة، ما كيناش في اللغة العبرية المسألة هذه. فهناك إما باتاخ فتحة قصيرة، أو قمص قدول فتحة طويلة. إذا لاحظوا وتذكروا مزيان هذه المسألة، تفكروها مزيان، بأن كلمة ممالة في اللغة العبرية في النحو الجرامير ديال اللغة العبرية كيعني إما كسرة مائلة إلى الفتحة أو ضمة مائلة إلى الفتحة، كسرة ممالة ضمة ممالة. إذا نواصل هذا الدرس حول لتنعود هكيتانوت. شفنا البطاخ فتحة قصيرة، شفنا السيغول كسرة ممالة، وكاين كذلك في الحركات الصغرى خيريك كاتان. خيريك كاتان وهي عبارة عن نقطة توضع تحت الحرف للدلالة على نطقه مكسورا، خيريك كاتان كسرة صغيرة، وهي مقابل الكسرة الموجودة عندنا في اللغة العربية مباشرة، كسرة قصيرة. كسرة قصيرة خيريك كاتان اسمها يدل عليها، فهي خيريك أي كسرة، كاتان أي صغيرة. ومثال ذلك إم. إم وتعني إذا سي. إف بالإنجليزية إذا إم. لاحظوا الألف مشكول بالكسرة أي الخيريك كاتان. إذا لحد الآن شفنا ثلاثة ديال الأنواع ديال لتنوعوت كيتانوت، شفنا الباتاخ، شفنا السيغوس، شفنا الخيريك كاتان. كاين من بين الحركات الصغرى في اللغة العبرية كماس كاتان. كماس كاتان أي ضمة قصيرة، وهي ضمة قصيرة. ولاحظوا القماس كاتان هي عبارة عن بتيتي
تي صغيره كتي في الانجليزيه تكتب تحت الحرف. وحاولوا ما تخلطوش ما بين الكاماس كاتان والكاماس غادول. الكاماس غادول راه تدخل في الحركات الكبرى هات نوع تاغيدولوت، وبالنسبه للكاماس كاتان تدخل في الحركات الصغرى وهي تقابل الضم، وهي عباره عن ضمه قصيره تنطق كالاو في الانجليزيه، بينما القماس غادول هي عباره عن فتحه طويله طويله. هذا هو الفرق بين الكاماس غادول والكاماس كاتان. دونك عندك كاماس كاتان هي عباره عن ضمه قصيره وتنطق كالاو في الانجليزيه، بار اكزومبل يوزما 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 تتعني في العبريه مبادره مبادره، يعني مكتوبه هنا بالعربيه مبادره يوزما. ومثال ذلك حخمه حخمه. اذا عندك الحرف الاول مشكول بالكاماس كاتان واللي جعلو تنطق او هو هذا الحرف اللي جا بعده زاين شفا شفا زاين، اي زاي ساكنه سكونا تاما، هي اللي جعلت هذه الكاماس كاتان انها تنطق او ضمه وليس فتحه طويله. وسوف نخصص درسا لهذه المساله ديال الكاماس كادول والكاماس كاتان، وعلاش ان هاد الكاماس كاتان كتنطق او، وشنو هي الشروط اللغويه والنحويه اللي جعلها تنطق او. غادي نشوف واحد الدرس خاص بها بهذه المساله هذه. غير هو في هذه المراجعه نشير الى ان الكاماس كاتان تدخل في عداد الحركات الصغرى هات نعوت هكيتانوت، وتنطق قلنا كضمة قصيرة بحال او في الإنجليزية. آخر هذه الحركات الصغرى في اللغة العبرية كوبوت، وهي عبارة عن ضمة ممالة قصيرة، وعندما نقول ممالة أي مائلة إلى الفتحة، ضمة ممالة قصيرة. ومثال ذلك شلخان مائدة. إذا لاحظوا هذه المسألة بلا كوبوت ضمة ممالة قصيرة، كو بوتس لاحظوا الكوف هنا باش مشكول أيضا بالكوبوتس، وهي عبارة عن ثلاثة ديال النقاط مائلة إلى جهة اليمين، كوبوس كوف بيت فاف صدي، ضمة ممالة قصيرة. ومثال ذلك شلخا. إذا هذه هي الحركات الصغرى التي عندنا في اللغة العبرية، وسنرى في درس لاحق بعد هذا الدرس إن شاء الله درس حول لتنعوت هاجيدولوت أي الحركات الكبرى. وهناك من اليهود النحويين من يسميها تنعوت أروخوت، أروخوت يعني الطويلة، أروخ في اللغة العبرية يعني طويل، أروخ طويل، أروخوت وتجمع جمع مؤنث أرخت طويلات أو طويلة هتنعت أرخت. اللي شفنا دابا هو هتنعت هكيتانوت، شفنا هتنعت هكيتانوت أي الحركات الصغرى، ولا بأس بذكرها مجددا. هذه الحركات الكيتانوت هتنعت هكيتانوت في الباتخ باتخ سيغول حيركتان كماسكتان كوبوتس، خمس حركات صغرى في اللغة العبرية، والبقية من الحركات هي حركات كبرى، تنعوت أرخوت تنعوت جيدوروت. وهذا تمرين حول هذه المسألة، أذكر الحركات الصغرى في النص التوراة التالي: بيرشيت أي في البداية، برا إلهيم إت الشماين بإت هارت يا إيرت هيتا توهو وفو لحوشيخ عالبينيتهم لحوشيخ عالبينيتهم بروخ إلهيم مرخيفت عالبينيهم ماين ويومر إلهيم يهي أور ويهي أور ويار إلهيم إت أور كي طور ويفدل إلهيم بين أور وبين حوشيخ ويكرا إلهيم لأور يوم بلا خوشيخ كرا ليلى ويهي عيري ويهي فوقر يوم إخاد. إذا النص هو هذا ديال التوراة سفر التكوين، الآية الأولى من سفر التكوين من 1-5. حاولوا تقراوا هذا النص، هذا راه ما صعيبش،
ونص من النصوص السهلة، وحاولوا أن تستخرجوا منه الحركات الصغرى التي تم بها تنقيط وتشكيل هذا النص التوراتي. شكرا على تتبعكم لهذا الدرس، وأرجو الاشتراك في هذه القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم جديد هذه الفيديوهات ديال النحو اللغة العبرية، وشكرا.